نحن في ميدان التحرير ومعنا الآن الأستاذ تقادم الخطيب عضو الجمعية الوطنية للتغيير. أستاذ تقادم، بداية يعني دور الجمعية الوطنية للتغيير في الاعتصام المستمر في ميدان التحرير منذ 9 أيام حتى هذه اللحظة، وكيف المخرج من الوضع ومن هذا المأزق الراهن هنا في ميدان التحرير؟ يعني في البداية الجمعية الوطنية للتغيير كانت منذ شهر ونصف الشهر طرحت ما يسمى بمبادرة حكومة الإنقاذ الوطني، وهي باختصار شديد جدا أن يتم تولي السلطة أو نقل السلطة إلى حكومة ذات قرار صلاحيات كاملة لا يتدخل في شؤونها المجلس العسكري، وتولى إلى شخصية حيادية وشخصية تتسم بعلاقة كبيرة جدا بينها وبين الثورة. هذه الحكومة تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية وكذلك الإشراف على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وانتخابات رئيس الجمهورية. كيف ترون اختيار وتكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل هذه الحكومة، وحتى اللقاءات التي عقدت بالأمس بين رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي وعمرو موسى والبرادعي المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، قال إنهما لدعم حكومة الجنزوري، يعني ألا ترون أن الجنزوري هو الأصلح في هذه المرحلة أم أن هناك شخصيات أخرى ترونها هي الأصلح لتولي رئاسة حكومة الإنقاذ؟ يعني الدكتور الجنزوري يعني على المستوى الشخصي مرحبا، لكننا لا نحبه ولا نقبل به أبدا مطلقا أن يكون رئيس للوزراء، لأن هذا سوف يكون هو عملية استنساخ جديدة لأحمد شفيق ولعصام شرف، وبالتالي لن نستطيع أن نحصل على ما نريد. وكما أن هذه الدماء التي ذهبت التي أهدرت والتي أريقت في التحرير سوف تذهب يعني هدرا، لأن الحكومة القادمة التي تشكلها الدكتور الجنزوري هي حكومة تتسم بمسافة قريبة جدا من المجلس العسكري، وستدخل المجلس العسكري في كل شؤون. من هي الشخصيات التي يمكن أن يسند إليها رئاسة هذه الحكومة، وكيف يتم التوافق بشأنها هنا في ميدان التحرير؟ يعني هناك شخصيات كثيرة جدا مطروحة، هناك الدكتور البرادعي، هناك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هناك الدكتور حسام عيسى. لكن هذه الشخصيات يعني مع الاحترام الكامل لهذه الشخصيات أيضا ليس عليها إجماع هنا في ميدان التحرير، فكيف نخرج من هذا المأزق؟ بالعكس، هناك إجماع على هذه الشخصيات الثلاثة التي سقطها في البداية، أن يتولى أحد هذه الشخصيات رئاسة الوزراء. هناك تيار مدني موجود في ميدان التحرير وفي الميادين الأخرى يقول بأنه لا يمكن أن يأتي الجندوري الذي كان ينتمي إلى النظام السابق مثل عصام شرف، ولكن هناك اتفاق بين هذه على هذه الشخصيات الثلاثة لكي تقود المرحلة الحالية لمدة 6 أشهر في مرحلة ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني تكون ذات صلاحيات كاملة. هذه الأشخاص هي الوحيدة القادرة على أنها حينما يتدخل المجلس العسكري في عملها تقول له لا، هذا لا يجوز، هذا لا يكون. المجلس العسكري ليس له الحق أن يتدخل في إدارة الدولة سياسيا ولكن يعزل سياسيا. هذه الأشياء الحقيقية. كيف يعني يهدأ الميدان لو لبعض الوقت وحتى تجرى الانتخابات؟ الانتخابات البرلمانية ستبدأ غدا وبعدها سيشكل مجلس شعب، والانتخابات هناك وعود من المجلس العسكري بتأمين الانتخابات وبنزاهة الانتخابات. يعني لماذا هذا الشباب لم يسعى إلى تكوين أرضية خلال الشهور 9 الماضية وأن يحصد مقاعد كبيرة في مجلس الشعب ويستطيع أن يفرض رأيه على المجلس العسكري وأي جهة في مصر؟ يعني مسألة أن يكون الشباب هنا في ميدان التحرير أن يهدوا، أنا لا أعرف ما معنى الهدوء الذي تقصدونه. إذا ما كان هناك هدوء فهناك دماء أريقت وهناك ضرب، ومن بدأ بالاعتداء هم العسكر. هذا هو الشيء الآخر. الشيء الثاني أن مسألة الانتخابات على الواقع ومن خلال قراءة المشهد لا يمكن إجراء الانتخابات في الفترة الحالية لعدة أسباب. السبب الأول أن هناك عملية فراغ أمني كبير جدا، هذا الفراغ الأمني سوف يولد بحورا من الدماء على مختلف أنحاء الجمهورية ومختلف الدول التي ستجرى فيها الانتخابات. ثانيا هناك عمليات قانون طوارئ متمترس. ثالثا هناك قانون للغدر لم يتم تطبيقه، كما أن المجلس القادم لن يكون في يده أي صلاحيات طبقا للعين الدستوري الذي أسقط به المجلس العسكري الاستفتاء. ولكن هناك وعود قاطعة من المجلس العسكري بأنه سيؤمن هذه الانتخابات وسيعبر بها إلى بر الأمان. لماذا أنتم لا تقومون أيضا بدور في تأمين هذه الانتخابات إذا كنتم فعلا يعني تخشون أن ربما الانفلات الأمني هو الذي يدفعكم إلى يعني ضرورة تأجيل الانتخابات؟ لماذا لا تساعدوا في تأمين الانتخابات بدوركم من خلال اللجان الشعبية، من خلال تقديم الدعم والعون للجيش ووزارة الداخلية؟
يعني المجلس العسكري ليست هذه أول مرة يعد فيها، هو وعد كثيرا وأخلف وعوده، قال بأنه سيسلم السلطة في 6 أشهر ولم يفعل هذا الأمر، قال بأنه لن يحول المدنيين إلى محاكمات عسكرية ولكنه كل يوم يتمترس ويفعل، قال بأنه حمى ثوره في شهادة المشير، لا يعني قال لم يوجه إلينا أمر بالضرب، وإذا يعني يمارس سلسلة الأكاذيب التي يمارسها واستهلاك الوقت والمراهنة على الوقت وعلى الأغلبية الصامتة، هذا أمر مرفوض تماما. ونؤكد على أنه إذا ما تمت عملية تأمين الانتخابات من قبل اللجان، أنا قد يكون لي مرشح والآخر له مرشح، وبالتالي سيكون هناك عملية تناحر وستكون هناك دماء حقيقية. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. يعني هكذا بدت إجابات الأستاذ تقدم الخطيب عضو الجمعية الوطنية للتغيير والذي يشارك في الاعتصام المستمر هنا في ميدان التحرير والمتواصل منذ 9 أيام. اليوم يفترض أن تكون هناك مليونية تحت شعار الشرعية الثورية. حتى الآن ميدان التحرير يعني هادي نسبيا، الأعداد يعني قليلة مقارنة بالأيام السابقة. والآن سننتقل إلى ضيف آخر معنا هنا أيضا في الاستوديو، الأستاذ محمد نبوي عضو مجلس أمناء الثورة، أيضا لنستطلع رأيه ونتعرف بإذن الأستاذ محمد بما تفسر تعدد يعني المجالس التي تدعي أنها يعني مجالس ثورية. يعني هناك يعني عشرات التحالفات والجميع يقول أنه تحالفات ثورية، يعني إلى أيها أنت تنتمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتشرف بأنني عضو في مجلس أمناء الثورة. بالنسبة لفكرة التحالفات والائتلافات المتعددة الموجودة في الميدان، من حق كل إنسان مصري أن يعبر عن رأيه بطريقته وفكرته. الديمقراطية تعني الاختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي يعني أن كل مجموعة شايفة أن هي تنتمي لفكر معين، هم يكونوا اتحادهم أو ائتلافهم ويعبروا عن رأيهم بكل ديمقراطية. شكرا جزيلا. شكرا. يعني نعود الآن مع هذه الصور المباشرة من يعني بعد موجز الأخبار سنستكمل الحوار مع الأستاذ محمد نبوي وبعده الشاعر علي حافظ. نعود مجددا إلى ميدان التحرير ومعي الأستاذ محمد نبوي عضو مجلس أمناء الثورة. أستاذ محمد، أسألك، هناك عدد من التحالفات، التقت الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف وعرضت عليه أسماء وزراء، يعني ألا يهدد ذلك الميدان ويعطي الشباب هنا يعني مجالا أن يسهموا في هذه الحكومة حكومة الإنقاذ الوطني؟ والله إحنا كمجلس أمناء ثورة إحنا بنرفض دكتور كمال الجنزوري لتشكيل الحكومة في هذه الفترة، ولكن من حق كل شخص التعبير عن رأيه، ولكن إذا كان قرار أحد الائتلافات الموافقة على تشكيل دكتور كمال الجنزوري للوزارة، اقترح عليهم ان هم لازم ياكدوا وجود نواب الدكتور كمال الجنزوري من دكتور البردعي، دكتور عبد النعيم الفتوح، دكتور حسام عيسى، استاذ يعني حمدين صباحي، يعني يعني نواب وزراء. يعني اذا 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 قبل الدكتور الجنزوري بان يكون نوابه الدكتور ابو الفتوح والدكتور البرادعي وحمدين صباحي، هل تقبلون أن يكون هو رئيس الوزراء لحكومة الإنقاذ الوطني؟ والله هو قرار مجلس أمناء الثورة إلى آخر اجتماع بالأمس برفض الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل الحكومة، ولكن إذا فرض علينا الواقع لابد من عقد اجتماع آخر وتقرير المصير في الوقت، ولكن لابد أن أؤكد أن هدف حكومة الإنقاذ الوطني في هذه المرحلة الانتقالية الخطرة اللي بتمر في البلاد، رقم واحد محاكمة قتلة الثوار بما فيهم المخلوع، وأخص بالذكر اللواء منصور العسوي وزير الداخلية، لأنه إذا كان صرح على شاشات التلفزيون قبل توليه الوزارة بأنه إذا كان هناك إطلاق نار على المتظاهرين فيكون بقرار من رئيس الجمهورية، فلا بد من مسؤول منصور العسوي أمام القضاء وتوضيح لنا من أعطى له القرار بإطلاق النار على المتظاهرين. يعني أستاذ محمد، غدا تنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، يعني أين دوركم كثوار في هذه الانتخابات؟ يعني هناك وعود قاطعة وصارمة من المجلس العسكري بأنها ستكون انتخابات نازية وانتخابات حرة وأنه سيؤمن هذه الانتخابات، يعني دوركم في هذه الانتخابات هل ستشاركون بكثافة لاختيار الشخصيات المناسبة، أم أنكم يعني ربما يعني تعزفون عن هذه الانتخابات ويعني تطالبون بأن الانتخابات ليس موعدها الآن؟ لا
لا هو طبعا احنا قررنا كمجلس امناء ثوره احنا بنؤكد على لابد اجراء الانتخابات في موعدها انتخابات مجلس الشعب والشورى، وبنؤكد ان انتخابات الرئاسه لابد ان تتم في موعد اقصاه ابريل 2012. لازم الحكم ينتقل لسلطه مدنيه بصوره سهله ودون يعني حقنا للدماء، دون وجود اي مشاكل تانية. ارواح الشباب اللي راحت مش من حق اي حد ان هو يضحي بحياه شاب مصري. كل انسان مصري له دور، كل انسان مصري من حقه يعبر عن رايه بسلميته، ما يكونش الرد على السلميه بالنار. يعني طالما انتم متفقون على اجراء الانتخابات البرلمانيه ومساله الدستور ومساله انتخابات الرئاسه، الاعتراض الوحيد ان انتخابات الرئاسه يعني متاخره شهرين عما تريدون، يعني الا يمكن الانتظار هذين الشهرين يعني حتى يعني تعبر مصر الى بر الامان؟ يعني كما يؤكد البعض يعني ان هذه الخريطه يعني جديره بان يعني تقود مصر الى بر الامان. اعتقد ان القائمين على سده الحكم لو كانوا ادونا المساحه من الثقه الواسعه لتنفيذ المطالب في هذه المواعيد المحددة ما كانش هيكون في أي خلاف نهائيا على المواعيد، ولكن من تجارب سابقة في ظل 10 شهور سابقة بتقول إن الست شهور بيبقوا سنة وبيبقوا سنتين، فإحنا لازم يكون عندنا جدول مرتب ومحدد لتسليم السلطة. مصر بتمر بانهيار في اقتصاد، بتمر بانهيار في الأمن، بتمر بحاجات كتير جدا، لازم تطهير وزارة الداخلية، لازم تطهير كل المؤسسات الدولة، فبالتالي لابد من حكومة إنقاذ وطني تقوم على مرور البلاد من هذه المرحلة العصيبة. يعني سؤال أخير وسريع، اليوم هناك دعوة لمليونية الشرعية الثورية، بما تفسر يعني هذا العدد القليل اليوم؟ هل الناس يعني فعلا فضت أيديها وربما سئمت بما يحدث في التحرير، أم أن ربما يعني عوامل الطقس أسهمت في هذا الأمر؟ والله أنا أعتقد النهاردة يوم عمل وسوء الأحوال الجوية هي اللي أثرت على حاجة زي كده. أعتقد أن نسبة كبيرة جدا من الشارع متضامنة مع مطالب الميدان، أعتقد الناس كلها متضامنة مع أرواح الشهداء اللي ضحوا بحياتهم عشان إحنا نبتدي حياة ديمقراطية صح. اعتقد ان الضحك على الناس بان ميدان التحرير بيعطل مسيرة البلاد ده حاجة مش في صالح البلد نهائيا. اقتصاد البلد بينهار بناء على تصريحات لقنوات اعلامية غير كاشفة للحقيقة بالمرة. اعتقد ان احنا لازم نكون واضحين ولازم ننتقل ببلدنا لبر الامان ان شاء الله. شكرا محمد النبوي عضو مجلس امناء الثورة، كان معنا للحديث عما يجري في ميدان التحرير، ومعي ايضا الاستاذ علي حافظ يعني الملقب بشاعر الثورة. يعني استاذ علي، يعني ما هي يعني الإلهامات التي جاءت لك وأنت في ميدان التحرير وأنت ملقب بشاعر الثورة؟ يعني ما هي يعني أحدث يعني ما توصلت إليه ولتوصيف ما يحدث في ميدان التحرير حاليا؟ يعني بما أني شاعر الثورة بفضل الله شغلتي أن أنا راقب وتابع الوضع وأقرأ الأحداث من بداية الأحداث خالص، بدءا بوثيقة السلمي اللي طلعت فجأة كده قبل انتخابات البرلمانية، مرورا بأحداث السبت والحد اللي فاتوا، قتل وسحل وضرب لأهالي الشهداء والمصابين، مرورا بأحداث شارع محمد محمود. أنا شايف إن في مكيدة سياسية بتدار ضد ثوار الميدان، مكيدة سياسية وليست إجرامية، ودي أخطر. برلمان، إصرار على البرلمان، ناس مصرة تعمل انتخابات برلمانية في ظل الفوضى الأمنية اللي موجودة، هيحاول ينجح المرحلة الأولانية. هل ستذهب للانتخابات غدا أم لا؟ والله أنا مقطع الانتخابات لأن أنا خايف على مصر، أنا خايف أن مصر تخش على كارثة، أنا شايف أن فوضى أمنية عارمة. ولكن هناك من يقول أن تأجيل الانتخابات ليس في مصلحة أن تصل مصر إلى بر الأمان وأن يعود الأمن وأن يتم السيطرة على الموقف الأمني. يعني الانتخابات هناك من يراها أنها الخطوة الأولى في الطريق السليم، يعني كيف ترد على هؤلاء؟ ما كانش في مانع أنها تتأجل شوية، الوضع صعب جدا، احنا كثوار عايزين الديمقراطية، أول خطوات الديمقراطية البرلمان وبعد منه الدستور وبعد منه الرئاسة. احنا نتمنى الانتخابات تعدي على خير بس احنا متخوفين جدا. يعني كلمة أخيرة منك، يعني كيف توصف يعني الوضع في ميدان التحرير وما يحدث في مصر إجمالا في كلمات يعني من الشعر؟ بما ان احداث خلاص احنا مغصوبين على برلمان ان شاء الله انتخابات بكره وبعده، في نفس الوقت فلول الحزب الوطني تغلغلوا في جميع الاحزاب اللي موجوده، قدمت للناس اليومين اللي فاتوا جبليه القرود، فحاول اسمعكم ان شاء الله اطلع منها كام بيت كده، يعني جزء قليل من اري. ماشي. لقد سقط القناع الديمقراطي على يد عبد الحق وعبد المعين وعبد العاطي،
كانت هناك كاميرات برنامج الضرب في المليان وصورت من عمق الميدان فرحة أبو زيد الإنسان المصري الغلبان بعد ما كل شيء ظهر وبان وتعرف المصري من الجبان. المصري عاش طول عمره مسلم أمره يشقى ويتعب طول النهار قبل ما ينام يقول الأذكار يحاسب نفسه على اللي صار، لو مظلوم بينسى ويروح في النوم، ولو ظالم يقضي طول الليل باكي ونادم. أما الجبان بطبيعته الخيانة والتلفيق والغش، يقدر بجملتين يبان صديق للي ما يترجمش، هيقولك أنا منك أنا ابن بلدك همي همك وقت الشدة تلاقيني جنبك، يجي الطوفان تبص على بلسان تلاقيه رهوان. المصري دينه وبلده أغلى ما عنده، تطل عليه تعرفه من عينيه على طول تلاقيه فايق ومصحصح لكرامته غيره ملحلح. أما الجبان نفسه نفسه وبعديها ورثه، ولو صباعك تحت درسه جعجع ومبجح وإن قلت قيمته بيمشي مدلدل زلمته. على رأي المثل المجري الجبان زي التعبان يلدغ ويجري، وزي ما قال الحكيم لقمان لأبو زيد الغلبان طلع المصري من الفانوس كشف كل اللصوص، كلامنا قلناه بالمحسوس قصدنا بيه عبر ودروس. اوعى تآمن تاني القرداتي هيقرقدك وينططك من عالي الواطي، ويا اما تنخ وتسلم له والطاطي، يا اما تصور زي الطور الابيض في عينيك يبقى رمادي، ساعتها ترجع يا ابو زيد يا غلبان تلف وتدور في الميدان على عبد الحق او عبد المعين او عبد العاطي يجيبولك حقك من قرداتي اسمه الحركي الوطني الديمقراطي. شكرا شكرا الزعب. شكرا. يعني هكذا كان النقاش مع عدد من النشطاء هنا في ميدان التحرير، وأترككم الآن مع هذه اللقطات الحية من ميدان التحرير لمليونية الشرعية الثورية.